السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحييكم يا شباب، مرحبا يوسف. كيفك يا الحمد لله إن شاء الله تكون بخير يا أنس. الحمد لله الله يعزك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام على نايم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شباب. كيف الحال يا أستاذ؟ الله يحييك والله يكرمك يا جميل. الله يجملكم جميعا. السلام عليكم. حبيبي أستاذ سعد والله وبركاته. أنا هو. آه الغير اسمك ترى اسمك زوم. هاي أستاذ بنسوي التفاعل اليوم يا أستاذ؟ أوه والله نسيت يا أحمد والله، بس اليوم كنت مشغول شوية فعلا. مو مشكلة عادي. لكن برضو معنا لا عادي مو مشكلة أستاذ. بس والله ما جلست يمكن 3 ايام الصباح، معلش معلش ابن خلاص نطلع من الحصه عشان ريحك استا. نعم يا عبد العزيز استا. لا نعم. نطلع يا استاذ اليوم نطلع عشان ريح. ريح ايوه استا. ايوه سناخذ اجازه اليوم. لا يا حبيب الله يكرمك مش بمزاجي والله انا ودي والله اريحكم بس ورانا خلاص استا المدير بتاعنا استا كل دول خلاص نقعد في الحصه نسولف استا. ايوه ريح. وكم سؤال كذا مراجعه. ايوه مراجعه اليوم. يهمني مصلحتكم اكثر والله من نفسي. اتعب بس انتم ترتاحوا ما فيش مشكله. ربنا يوفقكم ان شاء الله. تمام يا استاذ. الله يكرمك. فهناخد برضو ايه حاجه بسيطه ان شاء الله يعني. بس زي ما قلنا اهم حاجه بس ما شاء الله انت والله رجال ومش بس رجال والله ومحترمين. فانا يعني اتمنى بس ان نسبه الغياب ما يبقاش فيه غياب يعني. الناس اللي بتغيب عشان ما حدش يزعل مني عايزينهم كلهم ما شاء الله يعني كله حضور. الو ايوه لاحظ بصوت الصوت ده يا احمد الصوت وحش ولا حاجه شيل الكاميرا؟ لا 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 صوت كويس. احنا امس اتكلمنا عن التفاعلات في المحاليل المائيه وقلنا إن بينتج عن هذه التفاعلات. صوتك أستاذ يقطع مرة. طب أنا هشيل الكاميرا حاضر. أيوة أستاذ صوت. أيوة هشيل الكاميرا. قلنا بينتج عن التفاعلات اللي في المحاليل المائية إما ينتج عندي راسب برافو عليك أو ماء أو غاز أو الماء أو ماء أو غاز برافو عليك. وقلنا إن ينتج ماء إمتى؟ في تفاعل الحمض مع القاعدة. وقلنا الحمض هي المادة اللي تتفكك أو تتأين في المحلول وتديني الحمض المادة اللي بتطلع في المحلول. هيدروجين. برافو عليك. صوتك ترى قطع. ما انا والله مش عارف انا قفلت الكاميرا عشان كده بس يبدو النت بقى هو اللي ضعيف شويه. تمام. تديني ايون هيدروجين موجب اتش موجب. وقلنا بيتكون عندنا راسب ودي ان شاء الله برضه هعملها لكم باذن الله بس اتمنى الاقي المواد موجوده فوق ان شاء الله. وممكن يطلع عندنا استاذ صوتك مانيش عارف والله اعمل ايه يا شباب. الو ايوه يا استاذ ترى تكلمت اول ما نسمعني شيء بقول يعني فعلا بيطلع لي علامه ان الانترنت مش مستقر. قلنا اما يطلع راسب او غاز
أو ماء. أو سائل ماء. أيوة أو ماء. وقلنا في حالة الغاز إن يبقى عندك محلول ومحلول يطلع لك مادة صلبة غير ذائبة. محلول ومحلول يطلع مادة صلبة غير ذائبة. وقلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها المعادلة الأيونية الكاملة، ودي اللي بتتضمن كل الأيونات أو كل الجسيمات الداخلة في التفاعل، عشان كده بقول كاملة كاملة. لكن عندي طبعا حاجة اسمها أيونات متفرجة متفرجة اللي هي الصوديوم والنحاس، صح؟ ده بالنسبة للمعدل القديم. لكن كتعريف صادق ترى قطع والله ما أناش عارف أعمل إيه والله يا شباب. هي الأيونات اللي ما تشارك في التفاعل. برافو عليك. متفرجة يعني تدخل وتطلع زي ما هي، يعني هي قاعدة تتفرج بس. طالما بتتفرج يبقى لا تشارك في التفاعل. متفرجة. تمام. أيوة. النهائية. أعطينا مثال ثاني. لما أحذف النهائية السلبية. أيوة. النهائية هتتضمن الأيونات اللي بتتفاعل بس، الجسيمات اللي هتشترك في التفاعل بس، زي لعيبة الكرة بس، دول اللي هم المعدل الأيونية النهائية. لما شيل الأيونات المتفرجة اللي بقى يبقى ده النهائي اللي هو إيه؟ صوتك مش عارف الله عمل إيه. يا إما فكيف راح يجينا السؤال في الاختبار؟ يعني السؤال في النقطة دي هيجي لك إيه هي الأيونات المتفرجة؟ أها بس سهلة بس يعني مبين. بس نشوف اللي ما تغيرت يعني سهلة على خط استاذ. ايوه يعني انت صب تجيب المعادله كامله وتقول لنا ايش ال مثلا هي الايونات المتفرجه، او اجيب لك تعريف المتفرج، او اقول لك ايه هي المعادله النهائيه الايونيه النهائيه. شوف احنا لما حبينا نكتب المعادله النهائيه كتبناها بالشكل اللي قدامك ده، اللي هي الايونات المشاركه فقط. النهائيه تعتبر لعيبه الكوره، المتفرجة صوتك استاذ. الو والله صوتك مرة استاذ، اي كلمة قلتها قبل ترى ما سمعناها. طب انا هشوف كده اطلع بره كده. عيد طب هطلع بره كده اشوف النت واجي لكم يا شباب دقيقة واحدة. طيب اتفضل استاذ. اتفضل راحت. الو 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 دحين ايش تعريف الايونات المتفرجة؟ يبو هي ما تشارك في التفاعل. ما تشارك في التفاعل يا دحين في اختبار لو قال تعريف اكتب الايونات هي يعني هي اللي تحت الايونيه الكامله بالضبط، هي انها لم تشارك في التفاعل. ايوه خلاص تمام. احنا علينا تسميع بكره؟ علينا تسميع بكره ولا لا؟ ايوه ايوه انا الحمد لله صورة ترى الوقت. ترى سهلة يا اول مرة. ايوه مرة سهلة. من كم لكم؟ اخر مقطع في اخر صفحة. ايوه طيب. اي نص صفحة نص صفحة في تمام. السلام عليكم. السلام عمر. وين استاذ سعد؟ عماري دحين يجي دحين يجي. هلا موجود. تسمع من كم؟ اخر صفحة الباقي 96. اخر صفحة كلها؟ ايوه لا نصها. ايوه 77 96 راح في الصح. أي شكرا شكرا يا رجال. والله بسولف نواف يا شباب. هلا استاذ. خلاص انا كلمتهم والله وهشوف المشكله دي. كلمتهم كلمت الكل. طيب استاذ نستنى لما نخلص نشوف. طيب ما شاء الله يكرم. يبقى هنا
بس في واحد محترم كده عمل بالقلم خط كده، الله يكرمك لو تكرمت تشيله. استاذ بالغلط والله ما اعرف كيف اشيل. طيب يا عمر ولا يهمك يا حبيبي، انا عارف المحترمين والله يعني. الله يسلمك استاذ. شيله بس عشان ايه على الصفحه ظاهر كده. كيف استاذ حطيت على المساحه ما يمسح؟ لا ازاي. طيب خلاص مش مشكله ولا يهم، الوقت لما نقفل هيروح تمام. فهنا طيب استاذ معلش. لا يا حبيبي ولا يهمك ولا يهمك. قلنا التفاعلات اللي بتكون ماء اغلبها بتكون احماض وقواعد، اللي فيه اتش يبقى حمض واللي فيه او اتش يبقى قاعده، اللي فيه او اتش يبقى قاعده. طيب لما نيجي نحسب الايونات الحمض ايش استاذ تقول حمض وقاعده؟ ما فهمت. ايوه الحمض اللي قلنا ايه لما يتحط في المحلول يطلع لي اتش لوحده هيدروجين اهو اللي هو زي ده كده. لكن القاعده القاعده لو حطيتها في المحلول تطلع او اتش، يعني ما في استا هيدروجين يصير قاعده لحاله صح؟ الاو اتش بس مش الهيدروجين، الاو اتش بس. لا يعني ما في يصير ان اي اتش فقط، لازم او اتش عشان يصير قاعده. لا لما تتأين بقى، لما تتفك في المحلول او تتأين هتبقى ان ايه لحالها والاو اتش لحالها. تمام. وبرضه هنفك الاتش والبي ار اهي، ادي الاتش عليها واحده موجب والبي ار عليها واحده سالب، ده التكافؤ بتاعها اللي احنا هنشرح التأين بالتفصيل. ما احنا بقى هنشرح التأين اهو. دلوقتي عندي اتش بي ار لما نحطها في المحلول هتتأين تديني اتش لحالها موجبه موجب واحد، والبي ار تبقى سالب واحد. نفس الكلام بالنسبه ل ان اي او اتش، ان اي اللي هو الصوديوم موجب واحد اهو، والاو اتش سالب واحد. طيب لما نروح الناحيه الثانيه هنلاقي الماء اتكون سائل H2O سائل. الماء H2O سائل. يبقى تعالوا بقى غير السائل، تعال نشوف الأيونات اللي هي المتفرجة ونشطب عليها. الأيونات المتفرجة هنشطبها. البروم الصوديوم. الصوديوم. عند حسن. شغال دلوقتي؟ اه. هلا. كيف تكون الـ H2O؟ جمعنا ذرة الهيدروجين في البداية صح؟ يا أولاد أيوه الهيدروجين والأكسجين والأكسجين هذا يا أحمد يا عبد العزيز. هلا الصوت زبط شوية ولا لسه زي ما هو؟ لا زبط زبط أستاذ. زبط الوقت أهو بس؟ أيوه. طيب خلاص طيب هنا خلاص، بس هم بيقولوا في لمبة حمراء هناك شوفها كده أستاذ. طيب تعال بقى نشوف مثلا في المعادله دي. والله استاذ روح استاذ محمد صوت الصوت راح. والله استاذ والله استاذ مره ما عندنا سؤالي استاذ محمد. خلينا ندهله ثاني المسؤوله. هو من النت يا استاذ. استاذ غالبا من نت المدرسه. لا انا ابو سالف عندك شيء تعرف في الجروب يا ولد؟
لا لسه مش وصله دي بين حاجه تانية. انت كده شغال واي فاي؟ لا افصل كده بالراحه بالراحه اصلا انا عامل بتاع ده انا طب نشيل دي ونحطها تاني؟ لا لا هي واسكه ايوه شغال واي فاي بقى. لسه تفتح؟ لا ده انا بشوف ولا فين الشبكه اسمها ايه ده؟ قلت لها اللي جت دي راحت فين دي؟ اللي من ساعتها لما خدت الامر؟ ايوه انت متصل حاليا بهوم برود باند. احنا هنقول له نوت ديسكونكت. ايوه انا عايز اعمل اوف وخلاص. انت ماسك الماوس احنا الاثنين بنحرك بايد بعض. لا انا حاطط ايدي بس ما عملتش حاجه شكله كده خسر فاصله. تمام احنا كده هيشتغل بقى هو ايه هيشتغل شبكه واحده. ايوه بقى خلاص لا تقدر.